عرفنا بان البيض قبل رمضان ومن بعد رمضان عرف واحد الارتفاع اللي هو صاروخي، وصل حتى لدرهم و60 درهم و50 درهم و60، وهذا اثر على الجيوب ديال المستهلك لان البيض ما كناش عرفنا تيوصل لهذا الثمن هذا. والان دابا البيض في السوق ديال جمعيه التجار سوق البيض وصل نهار 6/6 هذا الشهر هذا 6/6 وصل درهم بالجمله درهم و5 سنتيم درهم و10 سنتيم. وهذا ملي شافوا هاد الناس ديال التجار ديال البيض بان هذا الشيء غادي ياثر لهم، هاد دابا البيض وجد وهاد الاثمنه ماشي في صالح هذوك الوسطاء ودوك السماصيره، ما بغاو البيض باش يبقى ديما في درهم ونص. نهار 6/6/2023 دخلت للسوق ديال الدار البيضاء ديال السوق ديال البيض، دخلت ليه 27 شاحنه ديال الدجاج الرومي، وهذا الشيء ما عمره كان 27 شاحنه ديال الدجاج الرومي، ودخلت ليه 21 شاحنه ديال الدجاج الكروازي، حيت نقول الكروازي هو ذاك الدجاجه البياضه. علاش الدجاجه البياضه؟ ولكن تيسميها بديك الدجاجه المنتوفه، حيت هي اصلا تخلقت باش تعطينا البيض. اذا علاش غادي تسال علاش دخلت هذه الكميه ديال البيض للسوق ديال 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 الدجاج؟ دخلت باش يقضيوا على الدجاجه البياضه، يقضيوا على التباع، وما والبيض ما غاديش يبقى في السوق، غادي يولي الطلب اكثر من العرض، ويرجع ثاني البيض ديال يرجع البيض ثاني لدرهم و50 درهم و60. اذا هذه الحيله التجؤوا لها بعد الوسطاء اللي متبعين السوق، التجؤوا لها باش الثمن ديال البيض يطلع. اذا غزاوا السوق غزاوه ديال الدار البيضاء، غزاوه بهذه الدجاجه البيضاء، يعني 21 شاحنه اللي دخلت للدار البيضاء باش، وايضا دخلت حتى الامهات ديال الدجاج حتى هما دخلوهم للسوق باش يتباع هاد الدجاج هذا وينقرض، ما يبقاش البيض، لان هاد الدجاجه البيضاء هي تخلقات اساسا للبيض، تتبيض بالليل وبالنهار، تيسلطوا عليها الضوء بالليل وبالنهار تتبيض. اذا هنا بغينا هنا الحكومه تدخل، بغينا السلطه تدخل باش تحد مهد الوسطاء اللي لجؤوا لهذه العمليه هذه لهذه الحيله هذه باش يغزيوا السوق باش البيض عاود رجع ثاني للثمن ديالو. دابا البيض راه هذه درهم و5 سنتيم درهم و10 سنتيم، وهذا الشيء والثمن هاد 27 شاحنه تم تحديد ديال الرومي، تم تحديد الثمن في 15 درهم و50. وبالنسبه للدجاجه البياضه داروا لها 8 درهم ونص، وبين 8 درهم ونص و9 درهم للكيلو. وهاد الدجاج الا مشيتي دابا للدار البيضاء تيتباع في السوق وتيتباع في الازقه وتيتباع في اي بلاصه مشيتي لها باش يقضيو على الدجاجه البيضه باش يرجع البيض يرجع للثمن ديالو الاصلي اللي هو درهم و50 درهم و60. في حين ان هاد الدجاجه البيضه اللي دخلوا دابا دخلوا تيبيعوها للسوق، هاد الدجاجه البيضه ما خاصهاش تتباع، هاد الدجاجه البيضه مهدده بالامراض. علاش؟ وذلك لانها نظرا للافراط في التلقيح ديالها، ديما تتلقح وتيديروا هذا الشيء ديال المضادات الحيويه. اذا هي بعدا هي ممنوع، خاصها تكلها الدجاجه في الدول اللي تتحترم نفسها، وفي الدول في الاوروبيه هذه الدجاجه هذه ملي تتسالي من البيض ديالها ما تتبقاش تبيض، تيشدوها للمجازر وتيعطيوها كطعم لبعض الحيوانات البريه، وحنا تيعطيوها الناس تياكلوها. في حين انها اولا انها لا تتوفر على بروتينات، ما فيهاش البروتينات الضروريه. ثانيا انها غير صالحه للاستهلاك، وهذا الشيء فتنا درنا في مقالات اللي هما طوال فيما يخص هاد الدجاجه البيضه، بانه ما خصهاش تباع، وهضرنا مع الونصا وقال لك ما عندناش شي قانون اللي تيمنعنا باش اننا نحضروا يتم حظر هذه الدجاجه البيضاء في الاسواق، مع العلم تنشوفوا بان في الدول الاوروبيه ما تتباعش على برا، ما تتباعش للمستهلك، فهي تلجا للمزازير وتتمشي باش تكون كطعم للحيوانات البريه. اذا هنا اللي بينا ناكدوا عليه هنايا هو ان يكون تدخل ديال الحكومه
احنا ضد هذه السماصره وهذه الوساطه هذو دابا اللي دائما ضد المستهلك لانهم اللي ما تسميهم تجار ديال الازمات هذو دائما تيمشيو ولا تيربحوا في الازمات وهذا الشيء وغياب المنافسه الشريفه. هاد الفتره لان بدا البيض تينزل ما بقاش يعني كاين العرض اكثر من الطلب ديال البيض ورجع البيض نزل الدرهم ديالو اذا هما ملي شافوا البيض هما مولفين البيض درهم و50 درهم و60 حاولوا باش انه يدخلوا ديك الدجاجه البيضه باش ثاني يكون ثاني يكون الطلب اكثر من العرض ورجعوا ثاني ديك العمليه ثاني ديال درهم و50 ودرهم و60 اذا هنا تنطلبوا بالحكومه باش تدخل باش تحد من هاد السماصره باش تحد من هاد الناس اللي تيحاولوا يغتنيوا على ظهر المستهلك المغربي.